بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مبدئي الطلاب، طلاب جريد 5، مع حصه فيها مراجعه. المره دي بقى مع بعض هنراجع فيها الموديل اكزامز بتاعه الامتحانات الوزاره اللي انتوا كلكم ان شاء الله مستعدين ليها، وكلكم باذن الله من الاوائل فيها باذن الله. افكركم بسرعه كده، احنا نزلنا مع بعض الاول من حوالي يومين ثلاثه كده، نزلنا 6 موديل اكزامز في 6 نماذج حل، نزلناهم مع بعض ونزلت لهم فيديو الحل في القناه، تقدروا تنزلوهم برضو من التعليق المثبت تحت الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي ده، عشان خاطر تقدروا يبقى معاكم 9 نماذج او 9 اكزامز في جريد 5، وتقدروا تحلوهم ان شاء الله وتجيبوا الدرجه النهائيه في الساينس باذن الله. طيب ماشي اوكي، احنا كده يا مستر معانا، حضرتك نزلت 6 امتحانات وادي 3 من الوزاره، ان شاء الله نكون مستعدين ليهم يا اولاد. طبعا في الامتحانات بتاعتي حطيت بس صور تانية من الاسئله، يعني حطيت مثلا كومبليت على اساس ان هو كان زي تشوز يعني، بس انت بدل ما تدور وسط اختيارات انت بتطلع الاختياري من دماغك انت، عشان تبقى الامور عندك اكتر صعوبه شويه وتقدر ان انت تحل بعد كده الاسهل باذن الله. يلا عشان ما نضيعش وقت كتير نبدا مع بعض، كل اللينكات تحت الفيديو ده لو عايز توصل للتليجرام والواتس وجروب الفيسبوك مستر ساينس. اول سؤال بيقول لنا يا اولاد the coil of the electromagnet is made of، طبعا isolated wire from، طبعا يا مستر الكويل بتاعت الالكتروماجنت كلنا عارفينه مصنوع من اكيد الكابر واير، كابر واير كنا عليه كده كويلت كابر واير، واحنا عارفين كمان ان الالكتروماجنت ده بيحول مين، بيحول يا مستر الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي. طبعا انا بقول اسئله زياده عشان خاطر يعني هو دي نماذج استرشاديه يا ولاد، فمش شرط ان انا اجيبهم بالنص، لا انا ممكن اغير فيهم، هو جايب لك استرشادي عشان تعرف الاسئله بتيجي ازاي. نمبر 2 جلاس بريزم سبليت سان لايت انتو، طبعا ده سؤال سهل جدا كلنا عارفينه، ان الجلاس بريزم ده بيعمل سبليتنج او سيبريتنج وايت لايت انتو 7 سبيكترام كلرز اللي هم الوان الطيف السبعه، يبقى انا ساعتها هختار 7 كلرز. ممكن يجي لك نفس السؤال بس بطريقه ثانيه، ممكن يقول لك سبيس سبليت سان لايت انتو 7 كلرز، فانت ساعتها هتطلع الاجابه اللي هي جلاس بريزم. فاهمين يا ولاد قصدي؟ يعني زي ما قلت لكم مش شرط تيجي بالنص، ممكن اجيب لكم نفس السؤال بس المكان الفاضي او السبيس بتاعك كلمه تانية في السؤال. نمبر 3 وي كان سيبريت كوفي فروم ووتر باي، احنا نقدر نفصل القهوه اللي انت حطيتها في الميه عن طريق ايه؟ هل الايفابوريشن ولا الفلتريشن ولا الاتراكشن ولا السيبريتنج فانل؟ طبعا تقول لي يا مستر الكوفي دي تعتبر نوت ديزولفنج ان ووتر، مش بتدوب في الميه، لايك ساند اند ووتر، زي الساند والميه. So that we can separate coffee from water، أو لو قال لك sand from water، هما إجابتهم واحدة filtration. بعد كده يا ولاد one example of saprophytes is، مين هنا example على السابروفايت؟ طبعا السابروفايتس يا ولاد اللي هما يعتبروا الديكومبوزرز اللي احنا بنسميهم باسم الديكومبوزرز. طبعا هل الرابت؟ لا يا مستر، الرابت ده consumer يعني مستهلك، هو اللي بياكل. طب البلانتس؟ ده يا مستر producer، هو اللي بينتج الطعام بتاعه بنفسه. هل اللايم ده يعتبر برضو يا مستر كونسيومر مستهلك؟ مين هنا اللي يعتبر سابرفايتس اللي هو طبعا فيد اون ذا بوديز اوف ديد انيمالز، بيتغذى على الكائنات اللي ماتت اور ذا ريمينز اوف طبعا فود او بقايا الطعام، اكيد هو الفانجاي. ده امتحان خلص، طبعا انا في المودلز اللي انا منزلها لكم منزل لكم 6 اسئله بزياده شويه، وطبعا منزل لكم اسئله برضو ان شاء الله درجة عمقها وصعوبتها أكتر شوية. طبعا اللي يحل سؤال صعب يقدر يحل مليون سؤال سهل. يلا نكمل. ده أنا موديل 1 يا ولاد، تعالوا نشوف موديل نمبر 2، موديل إكزام 2. نمسك موديل 2 أهو. ميكسينج، أول سؤال. ميكسينج ريد لايت وذ بلو، طبعا لايت بروديوسز سبيس لايت. لو أنا عملت ميكسينج ريد أند بلو produces what؟ فاكرين طبعا السيركلز يا ولاد اللي احنا كنا بنرسمهم، كنا بنرسم 3 سيركلز كده تمام، وكنا بنكتب هنا ريد ونكتب هنا بلو ونكتب هنا جرين، دول اللي هم كانوا برايمري كلرز، نفتكر مع بعض. وكنا بنقول ان ريد مع جرين يديني ايه يا ولاد؟ ريد مع جرين يا مستر كان بيديني يلو. برافو عليكم. طيب البلو مع الريد، البلو مع الريد يا مستر ده لونين غامقين قوي كانوا بيدوني الماجنتا تمام كده،
اما الجرين مع البلو، الجرين مع البلو يا مستر كان بيديني السيان. هو السؤال بيقول لك ايه بقى؟ طبعا وال3 برايمري كالرز اللي هم الثلاث دوائر الرئيسيه كانوا بيدوني مع بعض الوايت كالر او الوايت لايت اللي هو في النص ده. طب ميكسينج ريد لايت اند بلو، ريد وبلو يا مستر، يبقى نختار ماجنتا. تمام كده؟ يلا نشوف السؤال اللي بعده. The compass contains space magnet and moves freely. طبعا الكومباس يا ولاد فيها ايه؟ هل هيفي اند بيج ماجنت؟ لا طبعا يا مستر. هل سمول اند لايت ولا ميديوم اند هيفي ولا بيج اند لايت؟ طبعا لايت هنا بمعنى خفيف. طبعا سمول اند لايت ماجنت اللي هي بنقول عليها يا ولاد ماجنتيك نيدل اللي هي الابره. نمبر 3 solvents in mixtures of chocolate mixtures and milk is، ركز بقى كده. السولفنت هو بيسألك على السولفنت اللي هو الليكويد، خلي بالك. In a mixture of chocolate mixtures يعني مخلوط شوكولاتة اللي هو الشوكولاتة مع الميلك يعني، صح كده؟ مين هنا يا ولاد يعتبر السولفنت الليكويد؟ هل الشوكولات ولا الميلك ولا الووتر ولا الشوجر؟ قلت له يا مستر الشوكولات دي اكيد هي السوليد يعني دي السوليوت. يبقى مين الليكويد؟ هو بيسألك على السولفنت اللي هو الليكويد، يبقى اكيد الميلك. طب افرض جاب لك نفس السؤال وقال لك السوليوت، يعني شال لك كلمه سولفنت دي وقال لك سوليوت. السوليوت ان ا ميكتشر اوف شوكليت ميكتشرز. خلي بالك عايز السوليوت اللي هو السوليد، كنت ساعتها تختار الشوكليت. فهمنا يا ولاد؟ ممكن يغير لنا في الاسئله ازاي؟ يبقى احنا كده كده جاهزين. طيب يلا نشوف بعد كده. From the extinct organisms due to the natural changes in the environment. مين هي طبعا الكائنات اللي انقرضت نتيجة التغيرات البيئية اللي حصلت؟ هل اللاين ولا الانسكت ولا الرات ولا الديناصورز؟ طبعا اكيد الديناصورز. طبعا امتحان سهل جدا، مفيش اي مشكلة فيه. يلا مع بعض نشوف موديل نمبر 3. موديل نمبر 3 لو مسكنا كده موديل نمبر 3 يا ولاد وقال لك from the magnetic materials، طبعا is مين الماجنتيك materials؟ تقول لي يا مستر احنا خدناهم materials that are attracted to the magnet. زي مين؟ كنا بنقول الايرون والنيكل والكوبالت ومين كمان؟ والستيل. موديل 3 السؤال نمبر 1 يا ولاد هو في مشكله، طبعا هو واضح ان هو في حاجه اتنست فيه كتبت غلط. هو بيقول لك from the magnetic material is، هو عايز الماجنتيك ماتيريال. طبعا هم الايرون والكوبالت والنيكل هم الثلاثه ماجنتيك وكان معاهم كمان الستيل. هو المفترض ان هو كان يقول هنا from non magnetic material. طبعا كنا ساعتها نختار الكوبالت. أو كان يقول from the magnetic materials أو all of the following from the magnetic materials except، كنت ساعتها هختار الكبر. فطبعا هنا المفروض ناقصة كلمة non-magnetic. Number two the glass prism split sunlight into، طبعا لسه قايلينه من شوية 7 colors، معرفش السؤال مكرر ليه. We can separate ground coffee from water by، طبعا هنا ما احنا قلناها من شوية برضو filtration. From the examples of saprophytes is، مين هنا سابرفايتس يا ولاد؟ طبعا فانجاي. طبعا السؤال ده للاسف مكرر منهم، ده نموذج 3 لو احنا لاحظنا. طبعا انا عامل موديل اكزامس انا شايفها افضل من كده بكتير يعني، يا ريت نرجع لها ونبص عليها يا ولاد. واللينكات بتاعتها هحطها لكم في وصف الفيديو ده. كده احنا خلصنا الثلاث نماذج بتاعت الوزاره وعرفنا هم نيتهم يجيبوا الاسئله شكلها عامل ازاي. واضح ان هي بسيطه جدا وسهله. كل التوفيق ليكم. لو محتاجين اي طبعا سؤال ابعتوا لي في الكومنتات وقولوا لي درجاتكم لو انتوا حليتوا طبعا قبل ما تشوفوا الفيديو ده، قولوا لي انتوا عملتوا ايه وجبتوا كام. كل التوفيق ليكم. احنا كده خلصنا الثلاث نماذج. واضح ان 2 و 3 شبه بعض خالص. تمام، يعني هنا برضو الفانجاي نفس الكلام. كل التوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير. ومع الترم الثاني استعدوا لدروس الترم الثاني وشيروا بقى الفيديوهات القناه وطبعا واعملوا لايك ما ننساش. كل التوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.